وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور سامي عبد العزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة والكاتب الصحفي. دكتور سامي، بعد التحية، الإعلام كان اليوم حاضرا بقوة سواء في حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي أو حتى في مناقشات ومحادثات المتواجدين اليوم داخل المؤتمر الشباب في نسخته 8. إلى أي مدى تعتقد أن الإعلام التقليدي الآن أصبح قادرا على مواجهة الأكاذيب والافتراءات التي تنطلق من مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى من بعض وسائل الإعلام التي تبث من الخارج في هذه المرحلة؟ شوف، لم يعد شكل واحد من أشكال وسائل الإعلام قادر وحده على التعامل مع هذه القضية الخطيرة. النهاردة احنا في زمن التكامل بين الوسائل الإعلام التقليدي وبين الإعلام الحديث اللي احنا بنسميه السوشيال ميديا. ودعني أفسر لك الحكاية تيجي إزاي. أصبح من المتعارف عليه إنه استخدام التقنيات الحديثة في وسائل الإعلام بدأ مستهدفة بعيدا عن الشكل التقليدي كما قيل للحروب، بعيدا عن المواجهة العسكرية المسلحة المباشرة. أصبح اللعب على سلاح هدم الدول من الداخل. هدم الدول من الداخل بيتمثل في أن تهدم الروح المعنوية للمواطن، واحد. اثنين، أن تشككه في رموزه، سواء بقى كانت مؤسسة عسكرية، مؤسسة أمنية، أو شخصية رئيس دولة. هذه الأشياء بتعمل إيه؟ بتعمل اهتزاز في المناخ المعنوي والنفسي للمواطن المصري. ومن ثم أصبحت في كتائب متفرغة، خد بالك، متفرغة، وتجيد، ولابد أن نعترف، تجيد التكتيكات والمداخل النفسية للشعوب. بمعنى إيه؟ إنها ممكن تستغل حدث معين قد يكون الإعلام الرسمي لم يشر إليه كاملا. فبالتالي بيبدأ من حاجة يا سيدي اسمها الجزء المسكوت عنه. كل ما مسحت الجزء المسكوت عنه بتزيد قدرة الإعلام المضاد. بإيه؟ بتزيد. معايا حضرتك؟ معاك يا فندم. ثبت إنه إيه المشكلة أو إيه هي نقطة الخطورة فين؟ إن الإعلام الحديث والمزاج الوطني لأي شعب بطبعه عاطفي، ما بيعتمدش على المعلومات، بيعتمد على المداخل. اثنين، انه بيقع في فخ التعميم، بمعنى لو هو جاب لك ظاهره سلبيه محدوده بيخليك تقول الله هي بس كده، ما هو كله كده. وبالتالي بيعمم الصوره تدريجيا، فيجعل المسافه بين المواطن والدوله تتباعد، بيجعل ثقه المواطن في نظامه بتقل. وبالتالي بيكون في تشكيك في كل ما يقوله. دعنا نعترف، احنا عندنا بعض الهنات وبعض السلبيات. اما ناتي متاخرين، بمعنى مفتقدين ونكون امناء الى مفهوم المبادره. دايما المبادر يا سيدي يكسب ارض اكتر. صحيح. احنا بنقول حتى في الكوره ان الهجوم خير وسيله للدفاع. انا بقولش الهجوم، انا بقول المبادره، بمعنى افصح انت اولا، تكلم انت اولا ستجعل الثاني ثانيا ياتي متاخر وراك. لكن انت لما بتنتظر ثم تدافع وتقول ان الشائعه مش صحيحه او المعلومه دي مش صحيحه، بيبقى في مساحه اوريدي تحققت، وهي ايه؟ في انشغال الراي العام بالقضيه. كن فعل ولا تكن رد فعل. بالظبط. اثنين، خد بالك من حاجه، المواطن بطبيعته وكلما انقل المستوى التعليمي عند المواطن المتلقي قد بيعمل ايه؟ بينشر دون وعي. صحيح. خد بالك، ويبتدي يشارك في هذه المعلومه دون تفحيص ودون تحقق، وبالتالي الاثر السلبي بيزيد. فالنهارده، وانا الحقيقه السؤال اللي سالته سياده الرئيس اظن موجه للجميع، كلنا مطالبين بالاجابه عليه. صحيح. هل نحن كاعلام مصري تعاملنا مع هذا الامر بالعمق بالنفس الطويل باستراتيجيه ابداعيه متنوعه ولا لا؟ وعلى فكره السؤال ليس معناه الهجوم، انما ممكن يكون ايه؟ ايقاظ ودق الجرس انه ما ينفعش الايقاع ده يظل كما هو. طيب دكتور سامي، يعني لو عدنا قليلا لما قبل 2011، كان هذا المناخ هو المناخ المنتشر بشكل عام، مناخ يعني ممتلئ بالاكاذيب، ممتلئ بالافتراءات، ممتلئ بالشائعات. هل نستطيع ان نقول باننا يعني الان امام ذات المرحله، هناك من يحاول اعاده صياغه نفس المرحله من جديد؟ لا، اكبر واصعب. ليه؟ اكبر واصعب، لان الاهداف التي كان تسعى اليها هذه الحركات وهذه التوجهات الارهابيه المتطرفه، خد بالك، اقول ايه، اصبح اصعب.
هم هزموا في الست سنين الماضيه، دعنا نتفق على ذلك. صحيح. وتراجعوا للخلف، وبالتالي بقى الطار والغل والرغبه في الثأر اقوى، خاصه ان انت تقدر تقول سديت عيونهم واذانهم بما تفعله من تطور من انطلاق. بلد كانت مختطفه يا سيدي. صحيح. انت كنت بتتكلم على بلد كانت مختطفه. عايز اقول لك انا وقع في ايدي كتاب واعتقد موجود في السوق الان. عارف حضرتك الكتاب ده عنوانه كان ايه؟ من الدكتاتوريه الى الليبراليه. اقسم لك بالله في هذا الكتاب في فصل بحالي يا سيدي اسمه كيف تسقط الدوله بلا عنف. عارف يا استاذ كانوا كاتبين فيه ايه؟ تلبس ايه؟ تتكلم اساسيات اللا عنف لجين شارب. ايوه بالظبط كده، بحيث ان انت تجعل الدوله تهتز امامك دون ان تقترب منها بسلاح او ببلطجه بالمعنى التقليدي. وبالتالي احنا محتاجين نقرا هذه الكتب، محتاجين نراجع ولا ننسى، وانا دايما اقول حطوا على شاشه مصر حتى لا ننسى، لا ننسى لما حصل كذا ولما حصل عمليه ايه اقول ايه يعني ارهاب في كل الشوارع، اعتداء على كل رموز الدوله، حتى لا تظل آفه حارتنا النسيان كما قال الراحل نجيب محفوظ. بشكرك شكرا جزيلا دكتور سامي عبد العزيز استاذ الاعلام والكاتب الصحفي على هذه التوضيحات.